كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. انا دانيا و دودا. والليله انا ونوره هنعمل لنا حلقه بسيط وحلو شديد بالذات للعيد. نحن انا لابسه هدوم العيد لتاني يوم عيد، وحيكون في فيديوهات هننزلها عن اول يوم عيد، تاني يوم عيد، ثالث يوم عيد، وكل الحاجات اللي هنعملها، فخليكم ستي تيون. اوكي، رجعنا لكم لمطبخ دانيا. انا ونور هنعمل لكم ميلك شيك، ان شاء الله يزبط. ومستعده يا دودا؟ نور قاعد. ايوه يلا نور هتساعدني. نور هتقول لكم الحلقات اللي هنحتاجها. يلا ليش ده؟ بسكويت، ايس كريم، اوبي دخين، بس اخذت التاش تسمعوها كويس. اوكي شنو ده؟ شوكولاته، شوكولاته. ايوه هنستخدم نوتيلا. لبن، بالا يعني حليب، والخلاط، وسكر. قولي سكر. شوتا. نور قلت لكم الانجريدينتس، ايس كريم، شوجر، نوتيلا، واوريو، ولبن، حليب، وخلاط. يلا نبدا. يلا اوكي. اول حاجه هنحتاجها هي هنحتاج نكب السكر هنا. يلا كب كده. كبينا السكر كله. نورة كبت السكر كله، فهنزيد اللبن شوية، الحليب شوية. حتى احنا عائلتنا بيحبوا الميلك شيك، فهخليهم يجربوا نشوف ردة فعلهم او حيقولوا شنو يعني. طيب جوا كيف نفتح الاوريو. اوريو. نورة بتحب الاوريو. يلا 1 2 خطينا ثلاث حبات، او لو قدرت تكون لو قدرت تخطوا اكثر بيكون كمان حلو. هنخط ايس كريم، حيكون دور دادا دانيا. تحسي جا دور دانيا. بس هنخط شوية ايس كريم بس عشان يعمل كده طعم كده حلو. انا وطالب بنحب الفانيلا، فقلنا خلينا نجرب فانيلا. ممكن تاخدوا شوكليت، ممكن تاخدوا اي شيء يعني حسب انتوا يعني حقكم شنو. مثلا لو في اوريوز كده حقهم ستروبري ممكن تاخدوا ستروبري. او ماي جاد. اوكي جرب وقت للنوتيلا. هجيب معلقة جديدة. طيب انا سمعت في اليوتيوب انه في النوتيلا في بيكون في معلقة كده بتدخل، فقلت رح نجرب نشوف لو في معلقة كده ولا لا. المعلقة بتكون هنا في الغطاء بس ما في، فهناخد نوتيلا كده. بس انا قلت دار النوتيلا عشان يعملوا كده طعم كده شوكليت. اي نورا انا ذات هاخد. حسي جا وقت الحاجة الأخيرة. شفتوا يا جماعة الحاجة دي بسيطة شديد. نورة بتحب الخلاط فهي اللي هتدوس أول حاجة الغطا. طبعا يعني كل شافع في العالم ده بيحب الخلاط، فيعني حاجة عادية. يلا مستعدة؟ جو على النار. بس او ماي جاد، واو
بس اشوف اول شيء هبوق لو في حاجه ناقصه. الاوريو ما كفى فقلنا نخد 6 نشوف كيف حيطلع، لانه انا داير الطعم حق الاوريو اهم حاجه. فنشوف يلا دودا دودا يلا. خلصنا نضوق حسي ان شاء الله يكون حلو يعني. ده الطعم الحقيقي يعني. هنكبه هنا وهنشوف نورة هتقول شنو. يلا تعال هجرب. ويا ده كان نهاية الفيديو. Don't forget to like, share and subscribe and don't forget to follow our Instagram. Bye. واو طعمه حلو وريحته حلوة.